بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ونعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في البداية السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. أحسن الله إليكم. نبدأ هذه الحلقة برسالة من المستمع عمر محمد من الرياض، يقول: الجميع يحث الشباب على الزواج، ولكن يصطدمون بعقبة هامة، وهي غلاء المهور المبالغ فيها من بعض الناس، ويطالبون مبالغ كبيرة من الخاطب، إضافة إلى بعض الشروط الأخرى، فيتوقف الشباب عن الزواج ويتأخر زواج الفتيات وتصبح مشكلة اجتماعية، فما هو رأي فضيلتكم ونصيحتكم لهم جميعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الزواج في الإسلام له أهمية عظيمة. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم الذكور بأن يتزوج، خصوصا الشباب. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. كما حث الأولياء على تزويج مولياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، الله واسع عليم. ولكن في وقتنا الحاضر اكتنف الزواج مشاكل أخرته وعقدته وعراقيل، منها أولا أن المرأة دخلت الوظائف والتعليم والشهادات، انشغلت عن طلب الزواج تحصيل هذه الأمور، ومنها أن وليها قد يطمع في استثمارها ووظيفتها فيؤخر زواجها من أجل أن يحصل من ورائها على طمع، ومنها أن ما ذكره السائل أن تكاليف الزواج باهظة. لا نقول المهر فقط، المهر مهما كان فإنه للزوجة وهو عائد نفعه إلى الزوجين، ولكن تكاليف المصاحبة للزواج من الحفلات الضخمة والقصور الشاهقة المرفهة وغير ذلك من التكاليف الباهظة والحلي الكثير الذي يشترى للزوجة، كل هذه أمور صعبت الزواج الآن. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك. الزواج أمر ضروري للمجتمع، ضروري للفتيات وللفتيان، للذكور والإناث، من ناحية أنه يصون أعراضهم، ومن ناحية أنه يحصل به قيام الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء، ومن ناحية الإنجاب والذرية التي هي مصلحة للوالدين وللمجتمع. فالواجب تيسير الزواج بأيسر ما يكون. في الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فينبغي تسهيل الزواج بأيسر ما يكون، والمبادرة إليه، وألا يلتفت إلى معوقات العصر والعراقيل التي وضعت في طريقه. وأيضا ناحية الصحافة الآن تنفر من الزواج، لا تزوج الكبير، لا تزوج من معه امرأة أو أكثر تعدد، لا تزوج الصغيرة، هذه عراقيل، وإذا سمعها أو قرأها الجهال والشباب والشابات تأثروا بها. يجب أن يشجع على الزواج، وأن يحث عليه، وأن يرغب فيه، وأن ييسر، وأن يهيئ له الطريق، لأنه تبنى عليه الأسر، تبنى عليه البيوت، وتصان به الأعراض، فيه مصالح عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. أنتقل إلى الأسئلة أيضا التي وردت إلى البرنامج. هذا السائل يقول: قال تعالى: ولم يخشى إلا الله، وقال تعالى: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الفرق بين الخشية والخوف
الخوف في الآيتين. نعم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعمارة المساجد بإقام الصلاة وذكر الله عز وجل فيها سبب لخشية الله، والابتعاد عن المساجد سبب لقسوة القلوب ونفرتها. والخوف والخشية بمعنى واحد، الخوف والخشية بمعنى واحد، لكن قد يكون الخوف توقع المكروه، وأما الخشية فهي توقي، أي توقي المكروه وعمل الأسباب الواقية منه خشية لوقوعه. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، صالح من الدمام، يقول: بعض الناس من النساء والرجال من جرت اليمين على لسانه بغير قصد، هل تعتبر يمين أم تدخل في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ وما حكم من يكثر الحلف صادقا أو كاذبا؟ الله جل وعلا قال: ولا تطع كل حلاف مهين، والحلاف كثير الحلف، وكثرة الحلف من علامات النفاق. فالمؤمن يوقر اليمين بالله ولا يحلف إلا عند الحاجة، وإذا حلف فليصدق ويبر بيمينه. قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. لا يتهاون الإنسان بالحلف واليمين يكون على لسانه، ولكن إذا جرى لفظ اليمين على لسانه من غير قصد فهذا هو لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي ما لم تنو عقده، ما لم تنو عقده فإنه له ليس فيه شيء. أما إذا نويت عقده إن كان على أمر ماض تخبر عنه تصديقا أو تكذيبا فيجب عليك الصدق في ذلك، ولا تحلف بالله كاذب. واليمين على ما يصدقك به خصم تصدق في ذلك، فإذا تعمدت الكذب على أمور الماضية فهذه الغموس، اليمين الغموس، هي كبيرة من كبائر الذنوب، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، ولذلك سميت الغموس. ما إذا كان الحلف على أمر مستقبل ممكن ونوى عقده فإنها يمين منعقدة وفيها الكفارة إذا حنث فيها، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. اليمين بالله عز وجل لها شأن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان الرجل مصاب بمرض وذهب إلى امرأة وهي تستعين بالجن لمعرفة المرض، ما حكم ذلك؟ لا يجوز الذهاب لمن يستعين بالجن من رجل أو امرأة، لأن هذا من الاستعانة بالجن والشياطين وهو عمل الكهان، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال: لا تأتيه. لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكهان والمنجمين والمشعوذين طلبا للعلاج، ليس عندهم علاج، إنما عندهم أمراض قلبية وأمراض العقيدة وهي أشد من أمراض الأجسام. والله جعل للأمراض أدوية مباحة، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. نعم. السؤال الأخير في أسئلة الأخ السائل يقول: كيف نرد على من يقول أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة؟ نرد عليه بأن هذا خلاف الأدلة، والمرأة كلها عورة فاتنة تستر نفسها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، وتستر نفسها أيضا عن محارمها وعن النساء، ولا تبدي إلا ما جرت العادة بكشفه مما لا فتنة فيه، كأن تبدي وجهها وكفيها وشعر رأسها، ما جرت العادة بكشفه عند محارمها وعند النساء. فما يجوز كشفه عند محارمها من الرجال يجوز كشفه عند النساء، لأن الله ذكر الرجال والنساء جميعا، قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، يعني من النساء. فجعل النساء مثل المحارم من الرجال، لا تبدي عندهم إلا ما جرت العادة
بكشفه ولا فتنة فيه. نعم أحسن الله إليكم. نحن نتواصل معكم مستمعين الكرام من خلال حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أم سالم من تبوك تقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا الحديث؟ استوصوا بالنساء خيرا بأن تحترموا النساء ولا تستهينوا بحقوقهن وأن تصونهن عن ما يخل بشرفهن وأعراضهن، فهذا من أعظم الاستيصاء بالنساء. صان النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وأعظم ذلك المحافظة عليهن والتربية الإسلامية للنساء وإبعادهن عن التهتك وهتك الحجاب والسفور والاختلاط مع الرجال. هذا من أعظم ما أوصانا الله به النساء، أن نقوم عليهن قوامة صحيحة بحفظهن ورعايتهن. هذه أعظم الوصية بالنساء، ولا نضيع النساء نترك لهن الحبل على الغارب. وبعض الناس يستدل بهذا الحديث على ناحية واحدة، وهي أنه يحسن إلى المرأة، يحسن إلى المرأة ولا يساء إليها. هذا نعم هذا واجب، لكن أعظم من ذلك منعها مما لا يليق وما يخل بحيائها وعفتها وكرامتها. نعم. أم سلطان من الرياض تقول: عندما نرقي أنفسنا أو غيرنا نضع أيدينا على المريض، وأحيانا ننفث على المريض وأحيانا نمسح على المريض، فهل نستخدم هذه الطريقة وهل لها أصل في الشرع؟ نعم لا بأس بذلك، تنفث على المريض وتضع يدك على محل الألم محل الرقية، إلا إذا كان المرقي امرأة والراقي رجلا فإنه لا يضع يده على المرأة، وإنما يكفي بالنفث عليها وهي محجبة ومن غير خلوة. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: عبد الرحمن من حريملة، ما هو ثواب زيارة المريض، وهل إذا كان الاتصال بالهاتف له مثل أجر الزيارة؟ الزيارة بالذهاب إليه أفضل بلا شك، والجلوس عنده أفضل، وإذا لم تتيسر أو أنت بعيد عنه فبالهاتف تسأله عن حال، تسلم عليه وتسأله عن حاله وتطمئنه، هذا من التواصل. وزيارة المريض فيها أجر عظيم، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم، قد جاء في الحديث أنه إذا زار أخاه المريض وجلس عنده فإنه يكون في خرفة الجنة، يعني في ثمر الجنة ونعيمها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب؟ هل يدل على أن الجبال تسير في زمننا هذا، وهل هذه الآية دليل على ذلك؟ هذه الآية ليست دليلا على ذلك، وإنما هذا تعسف يقوله أصحاب الحساب والهيئة والفلك، وهذا غلط، لأن الآية في سياق يوم القيامة، إذا دكت الأرض دكة وزلزلت وطارت الجبال وصارت هباء منثورة، هباء منبثة، إلا إذا دكت الأرض دكا دكة وتزلزل الجبال وتذوب ثم تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، تمر في الجو كأنها الدخان والسحاب، لأنها ذابت وطارت في الهواء بدل أن كانت راسية وجبال صماء، لأنها جعلت في الأرض في الدنيا لتثبيتها لئلا تميد بأهلها. فإذا دكت الأرض وزلزلت يوم القيامة فإنها تزول الحاجة إلى الجبال حينئذ. فالله جل وعلا قال: ويسألونك عن الجبال أقول ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله جل وعلا جعل الأرض قرارا كما في الآية. نعم أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال، حيث يقول: إذا أحس المسلم بمرض هل يمكن أن يعالج نفسه بنفسه بالقراءة أو النفث في الماء، أم لا بد من الذهاب لأحد القراء؟ كونه يرقي نفسه هذا أحسن، هذا أحسن، ويستغني عن الناس، وله أن يذهب إلى القراء الثقات المعروفين بالعقيدة السليمة يطلب منهم الرقية، ولكن كونه هو يستغني عن السؤال ويرقي نفسه هذا أولى. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، كما نسأل الله عز وجل أن يبارك بهذه الحلقة وبهذا البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، كان معكم وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.